أعزائي الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم من جديد. لو أول مرة تشوفنا وعجبك الفيديو ريت تعمل لايك، ولو مش مشترك في القناة اعمل سبسكرايب واشترك حالا وفعل الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد وحصري، ولو عملت شير يبقى فيك الخير. الطلبة والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في درس جديد من دروس النهاردة. معكم عادل بسيوني مستمرين مع كتاب المعاصر، واحنا موجودين في ملحق المعاصر بداية من حل المحافظات. ومن حل المحافظات موجودين في صفحة 48، ومحافظة القاهرة هي المحافظة الأولى. والسؤال الأول واللي بيقول finish the following dialogue، أكمل هذا الحوار. هاجر is talking to سارة who is going to the school library، واللي رايحة إلى مكتبة المدرسة. بدأت هاجر الكلام وقالت لها hello سارة where are you going، إلى أين أنت ذاهبة؟ فقالت لها hello هاجر I am going to the school library، أنا رايحة مكتبة المدرسة. فقالت لها إيه what are you doing، أنت بتعملي إيه؟ قالت لها I am doing a research، أنا بعمل بحث. قالت لها بحث what is it about، هو عن إيه؟ قالت لها it's about energy، ده عن الطاقة. لها do you want me to help you، تحبين أساعدك؟ لا yes I do طبعا. فهاجر على طول قالت لها I have a book about energy، أنا عندي كتاب عن الطاقة. I'll give it to you tomorrow، هديهولك بكرة. فقالت لها thank you، شكرا ليكي. والسؤال الثاني واللي بيقول complete read and complete the text with words from the following list، believed million wonders believes period desert، Egypt has some wonders and مصر بعض العجائب، the great sand sea is one of these wonders، بحر الرمال هو احد هذه العجائب، this is the part of the western desert، جزء من الصحراء الغربيه، and here you can find lots of big sand mountains and some unusual glass، it is that it is believed من المؤمن به that the glass is more than 29 years old 29 million years old. اما السؤال الثالث وهو سؤال الفقره هسيبه لك، لو عندك مشاكل فيه اكتب لي في التعليقات علشان نروح على طول للسؤال الرابع واللي بيقول choose the correct answer، اختر الاجابه الصحيحة. The energy we get from the sun is called تسمى solar energy. Rewrite أعد كتابة. وريدي معناها again. Rewrite your homework. The prefix 3 means معناه again مرة أخرى. Are the habitats that have large green areas and no mountains. طبعا large green areas احنا عارفينها ده الجراس لاند. This huge desert starts on the western side of the river Nile. The word huge can be replaced by يعني ايه huge؟ يعني enormous ضخم very big. Nowadays we use modern ways of farming. The antonym of modern. Modern يعني حديث وعكسها traditional تقليدي. Is a person who travels into space. طبعا اللي بيسافر الفضاء فده astronaut رائد الفضاء. ومع وصلنا للسؤال الخامس complete with the correct form، اكمل بالصيغه الصحيحه. We must avoid، طبعا avoid يتجنب ويجي بعدها فعل زائد ing، فكل اللي انت هتعمله هتحذف الاي الاخيره وتضيف ing علشان تبقى polluting. What would you do if you would في الماضي، if هي قاعده if ماضي بسيط would والمصدر، فهقول if you were rich لو كنت غني. I didn't go out until till وانتل يجي قبليهم ماضي بسيط منفي يعني didn't والمصدر وبعديهم ماضي تام، فهقول had finished. عمرو told me that he traveled لان الجملة متحولة وبالتالي هحط الجملة في الماضي. We not used to هقول we didn't used to. ومن القاهرة إلى محافظة الجيزة تعال نشوف فين ذا فولوينج دايالوج، أكمل هذا الحوار. أحمد أند هبة ار توكينج أباوت ريدينج، بيتكلموا عن القراءة.
احمد بدا الكلام وقال هاي هبه وير ار يو جوينج، رايحه فين؟ فقالت له اي ام جوينج تو ذا لايبراري، انا رايحه المكتبه. قال لها دو يو لايك ريدنج، انت بتحب القراءه؟ قالت لها يس اي لايك ريدنج. لا وات كايند اوف بوكس دو يو ريد، انت بتقراي كتب ايه اللي انت بتقريها؟ فقالت له اي لايك ريدنج ساينتفك بوكس، بحب الكتب العلميه. هاو اوفن دو يو فيزيت ذا لايبراري، كم مره بتزور المكتبه؟ فقالت له اي فيزيت ذا لايبراري توايس ا ويك، مرتين في الاسبوع. فقالت لها كود يو ريكومند مي ا بوك، ممكن طيب توصيني بكتاب اقراه؟ فقالت لها شور بالتاكيد. ومن السؤال الاول للسؤال الثاني read and complete the text with words from the following list. تعال نشوف language has have online articles jobs. I studied English and media at university. I work as an editor. I work for an English language website. Nowadays more people read news. بيقرا الاخبار اونلاين. I like this job. Lots of different journalists send me their articles. And I have to decide. علي ان انا اقرر ايهما ايه ينشر. زي ما تعودنا السؤال الثالث هسيبهولك في التعليقات، لو عندك مشاكل فيه اكتب لي. ونروح على طول للسؤال الرابع. Choose the correct answer. اختر الاجابة الصحيحة. Is a person who specializes in language. طبعا ده linguist. عالم لغوي. When you say the word street, this means a to walk in, a road, طريق بتمشي فيه. The word gives the opposite of small. Small يعني صغير، يبقى عكسها enormous. We add the suffix to the verb collect to make a noun or collection. As a group of animals, مجموعة الحيوانات يبقى species, فصائل. Salma always puts away her toys. Put away يعني tidy. أما السؤال الخامس complete with the correct form، أكمل بالصيغة الصحيحة. I went to the club after. After يجي بعدها ماضي تام والجملة الثانية ماضي بسيط. يبقى هقول had finished. My house بيتنا اتبنى فهقول was built بنية. If it's hot tomorrow we will. مضارع بسيط will والمصدر. In the past people used to. Heba told me that her plan left. لأن الجملة متحولة من المباشر لغير المباشر. ومن محافظة الجيزة على طول نروح على محافظة الإسكندرية واللي بتقول في السؤال الأول finish the following dialogue، أكمل هذا الحوار. ندى and هاني are talking about a job advertisement. بيتكلموا عن إعلان عن وظيفة. ندى have you read the newspaper today؟ قريت الأخبار النهاردة؟ فقلت لها no I haven't، لا ما قريتش. What is in the newspaper؟ يا ترى إيه اللي في الأخبار؟ قالت لها there is a job advertisement، إعلان وظيفة. فقلت لها what is that advertisement about؟ هو عن إيه الوظيفة دي؟ قالت لها it's about an accountant job، يعني وظيفة محاسب. فقالت لها will you apply for it؟ هتقدمي فيها؟ قالت لها yes I will. When can we apply for it؟ طب نقدم لها امتى؟ قالت لها نيكس السندي الحد اللي جاي ان شاء الله. Can we go together؟ ممكن نروح مع بعض؟ قالت لها of course we can go together، نقدر نروح مع بعض. علشان نروح على طول السؤال الثاني واللي بيقول read and complete the text with words from the following list. Winter is cold in some places. الشتاء بارد في بعض الاماكن. It can be for animals and birds to find food during winter. It can be hard. الأمر صعب علشان يلاقوا الطعام بتاعهم. They get through this time in many ways. For example, birds and butterflies can, so many of them don't stick around for winter. Can fly so many. بيطيروا المسافات كتيرة كبيرة جدا. Then they go to another place. بيروحوا لمكان تاني يكون الطقس فيه كويس. هسيب لك السؤال الثالث في التعليقات ونروح على طول للسؤال الرابع. Choose the correct answer. اختر الإجابة الصحيحة. Is a small young plant. نبات صغير كده طبعا ده seedling النبتة. Is a person who studies the stars and the planets. طبعا ده astronomer عالم الفلك.
We can change the word tradition into an adjective. أقول traditional تقليدي. When something is ancient, it is very old. قديم قوي لأنه ancient يعني قديم. The synonym of the word female. Female is woman. يعني امرأة سيدة يعني. Ice covers that the land in polar habitats. The word habitat is the same meaning as home. الموطن. Complete with the correct form. أكمل بالصيغة الصحيحة. The tag محل was built. بنية. As soon as مها بيجي بعدها ماضي تام فهقول had watched. We would have fewer storms if climate change stopped. أضعف البي وحط إيدي. Do you enjoy بيجي بعد enjoy فعل زائد ing فهقول playing. حسن answered the exam well. أشكر لكم طيب المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.